رئيس مجلس النواب اللي هو محسن المندلاوي الحالي اللي بالوكالة. أوكي بالضبط. أوكي. من مجموعة ملفات يعني ملف من عندهن اتصل بالوزير وأنا واقف يمه وياي طبعاً مهندس زين وياي كذا زين يعني من الدار. بالتالي إنه قال له هذا الموضوع هاي الشركة شركة نخيل الشرق الأوسط بالأدلة هاي الأوراق اللي عندي والتحاسبات. هاي رئيس مجلس النواب بده يحكي ويا وزير الكهرباء. مع وزير الكهرباء والتليفون وقدامنا احنا زين المختصين زين. هاي اللجان التحاسبية جاي تقول هذا هاي الشركة متلكئة وكذا وكذا وفي ذمتها قد مبالغ توصل إلى 100 مليار زين. فهذا شلون أنت بعد 5 سنوات المفروض تأخذ الأموال اللي بذمته؟ شلون أنت الأموال ما تأخذها وبالتالي إنه بتسوي لها ملحق عقد؟ هاي جريمة. هاي العقد يعني إيش قد العقد كان 5 سنوات وإيش قد الفلوس اللي رايحة منه؟ اللي رايحة كانت يعني 100 مليار. أوف. إيه في ذمته طبعاً. 100 مليار. إحنا عرضت هذا العقد أمام رئيس مجلس النواب. طبعاً يشهد الله ورسوله. وشنو اللي صار؟ اللي صار بس اتصل قدامي. إيه. وحكى ويا الوزير وشلون هيك وما يصير ومو كذا. النتيجة مالتها والخلاصة إنه أنا بعد يومين يدز علي الوزير يعاتبني عتاب شديد يقول لي أنت شلون تروح لرئيس مجلس النواب وتطيل الملف؟ أوه. والنتيجة إنه إيه النتيجة إنه تحاربت وأكثر من يعني شنو تقصد بهذا عشر الكلام؟ شنو تقصد بهذا الكلام يعني يعني رئيس مجلس النواب قال للوزير الكهرباء؟ طب أجزم إنه إنه لولا إنه ما بين الوزير الكهرباء ورئيس مجلس النواب أكو فد لغة مشتركة بيناتهم ما أكون أنا الضحية المشتكي، مشتكي عليه من على مال خلفني، مشتكي على مال العام، أنا جيتك شبت فساد وجيت انطيتك بالوزير، أنت ما قدرت، خفت من حزب من كذا من جهة.